حسب آخر تقرير للأمم المتحدة، يعيش عدد كبير من النساء السوريات اللاجئات اللاتي فقدن أزواجهن خلال أعمال العنف في سوريا تحت ضغوط شديدة، ويواجهن التعرض لمخاطر عالية من الفقر والاستغلال والتحرش الجنسي. المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين دعا الدول المانحة لتقديم المزيد من الأموال. لدينا برنامج منح نقدية للأسر الضعيفة الدخل، وربع العائلات التي ندعمها تقودها امرأة، ولكن ليس لدينا ما يكفي من الموارد. نحتاج لسد فجوة ب 200 مليون دولار لكي نصبح قادرين على تقديم المنح النقدية لتلك الأسر الضعيفة جدا والتي هي بحاجة ماسة إلى المساعدة. وذكر التقرير أن فرص العمل ضئيلة جدا، حيث تتاح لواحدة فقط من بين كل 5 نساء فرصة العثور على عمل بأجر، وإلى حد كبير تعتمد الغالبية العظمى من الأمهات السوريات اللاجئات التي عشن بدون رجال على المعونة المالية المقدمة من الأمم المتحدة.